السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم معنا درس الحركة اللا إرادية. مثلا أردت أن تحمي الكأس، فعند قيامك بذلك تركته لشدة حرارته، وبهذا قمت بفعل لا إرادي. تعريف الحركة اللا إرادية هي رد فعل سريعة وغير متوقعة، لا تخضع لإرادتنا، يعني لا نستطيع التحكم والسيطرة عليها، هي لا شعورية وتلقائية، تكون فطرية ناتجة عن تنبيه فعال لمستقبل حسي، تمتاز بالتماثل في الاستجابة. تكمن أهميتها في حماية العضوية من الخطر. إذن ما هي الأعضاء المتدخلة في حدوثها؟ قمنا بسلسلة من التجارب أجريت على ضفادع مخربة الدماغ، يعني أول شيء نخرب دماغ الضفدع. في التجربة الأولى قيام بتنبيهات مختلفة الشدة بواسطة حمض منخفض ومتوسط وعالي التركيز للطرف الخلفي للضفدع. نلاحظ عدم سحب الطرف الخلفي في المحاليل ضعيف التركيز، ولكن سحابه في المحاليل عالي التركيز، إذ قد حدث استجابة عند الوصول لتنبيه فعال. غياب الدماغ إذ يدل على أنه ليس له أي دور في الحركة اللا إرادية. لحدوث حركة لا إرادية يجب أن يكون تنبيه فعال. التجربة الثانية، نمس الطرف الخلفي للضفدع في محلول مخدر، يعني تكون مدته 10 دقائق، يعني تم تخدير الجلد، ثم ننبه الطرف الخلفي بمنبه فعال، يعني بواسطة الحمض اللي استعملناه في التجربة الأولى. فلاحظنا عدم سحب الطرف الخلفي، يعني لم تحدث استجابة، عكس الطرف الأيمن الذي لم يتم تخديره حيث حدث استجابة. نتيجة لهذه التجربة سلامة الجلد الذي يحتوي على مستقبلات حسية ضرورية لحدوث حركة لا إرادية. في التجربة الثالثة نكشفها عن العصب الوركي، فقمنا بقطع العصب الوركي للطرف الخلفي الأيسر للضفدع، ثم ننبه الطرف الخلفي الأيسر والأيمن بمنبه فعال. فلاحظنا عدم سحب الطرف الخلفي الأيسر، ولكن حدث استجابة في الطرف الخلفي الأيمن انسحب. نتيجة سلامة العصب ضروري لحدوث الحركة اللا إرادية. في التجربة الرابعة نكمن مع العصب الوركي حيث ننبهه كهربائيا في الطرف المركزي للعصب الوركي للطرف الخلفي الأيسر، فتم حدوث استجابة على مستوى الطرف الأيمن. نتيجة لذلك أن العصب الوركي هو عصب حسي. العصب الحسي دوره نقل الرسالة العصبية الحسية إلى المركز العصبي، هذا ما أحدث استجابة للطرف الآخر. في التجربة الخامسة ننبه كهربائيا النهاية المحيطية للعصب الوركي في الطرف الخلفي الأيسر، فلاحظنا أن تم سحب الطرف الخلفي الأيسر ومنها العصب الوركي وعصب حركي أيضا، يعني هو عصب مزدوج. قلنا في التجربة السابقة أنه عصب حسي، الآن هو عصب حركي. في التجربة السادسة نخرب النخاع الشوكي ثم ننبه الطرف الخلفي المنبه فعال. ملاحظة لم يحدث أي استجابة، ومن سلامة النخاع الشوكي ضرورية لحدوث حركة لا إرادية. آخر تجربة قطع العضلة الساقية للطرف الخلفي الأيسر ثم ننبهها. نلاحظ غياب الاستجابة، ومن سلامة العضلة ضرورية لحدوث الحركة لا إرادية. بما أن كنا التجارب على ضفادع مخربة الدماغ، نستنتج بأن الدماغ ما عنده حتى علاقة بالحركة اللا إرادية، لأن الحركة اللا إرادية تجي على غفلة ما نقدوش نتحكم فيها. عكس الإرادية نستعمل الدماغ نفكر فيها ثم نقوم بتنفيذها، ولكن اللا إرادية ما كانش الوقت باش الرسالة العصبية توصل للدماغ، يعني توصل عند النخاع الشوكي ثم تعود إلى العضلة باش تنفذ الحركة.
وهذا ما لاحظناه في التجارب، ومنها نستنتج الأعضاء المسؤولة عن الحركة اللا إرادية هي مستقبل حسي، هما مستقبل الجلد، يستقبل تنبيه وتنشئ على مستواه رسالة عصبية حسية، ناقل حسي اللي هو عصب حسي، ناقل الرسالة العصبية الحسية إلى المركز العصبي. المركز العصبي وهو النخاع الشوكي يحول الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة حركية. ناقل حركي اللي هو عصب حركي ينقل الرسالة الحركية من المركز العصبي إلى العضو المنفذ. عضو منفذ للحركة اللي هي العضلة تستقبل الرسالة الحركية وتستجيب بالتقلص والتمدد. وهذا الجدول يبين الفرق بين الحركة الإرادية واللا إرادية. اللا إرادية أنقلوا المنعكس الفطري. يمكنكم وقف الفيديو والاطلاع عليه. فكما تلاحظون في الأهمية عند الحركة اللا إرادية دين التكيف مع الوسط الخارجي وتجنب الأضرار، فهناك مواد قد تؤثر سلبا على الجهاز العصبي فيحدث اختلال فيه، وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.